السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الرئيس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة. سليم بيه. سليم بيه؟ انت مين؟ انا الرئيس رفاعي. قولوا لي صالح على سير المجهز بسرعه. انا مش فاهم فيه ايه؟ نازع فين؟ ما تقلقش يا دكتور، خليك معاهم انت بس وانا هتصرف. هات لي سلاح. خلي ده معاك. بس انا ما بعرفش استعمله. هتعرف تستعمله. هتبعته؟ لا خليك هنا، خليك اطمن عليهم هنا. يلا حرق. راجع للطين يا سارة، راجع لبلدي وأرضي اللي تربيت فيهم. هرجع يمكن ألاقي فارس بتاع زمان. أنا مش عايزة غير فارس اللي أنا حبيته وعرفته. فارس أنت بالنسبة لي أحن وأجدع راجل في الدنيا. أنا أصلا ما حسيتش بالأمان غير وأنا مراتك. أمان؟ أمان إيه اللي كنت حاسة بيه؟ كنت حاسة بالأمان وأنا متكتف ومرمي جارك؟ ولا كنت حاسة بالأمان وأنت بترفع يدك علي؟ انسى يا فارس، أنا أصلاً عملت ده غصب عني، والله العظيم كان غصب عني. كنت عايز نعمل إيه يعني؟ أسيبه يقتلك؟ انسى يا فارس، انسى عشان نعرف نعيش. ما تجيش ينفع يا سارة، أنت ما تستاهلينيش، تستاهلي راجل يعرف يحميكي. بس ده الرجال إذا أداك عاد توجعيش قلبي. سيبيني امشي، انا مش هرجع يا ساره غير لما احس اني قادر اخد حقي والحال. فاكر زمان كنت بتقولي ايه؟ كنت بتقولي ما تسيبنيش. دلوقتي بتعمل كل حاجه عشان تسيبني؟ يا ساره انا ما رضيتش اطلقك عشان ده طلبك. انا طلب انك تسيبيني براحتي، سيبيني على كيفي. عايز ابعد عن كل حاجه. ولا انت عايزاني اطلقك دلوقتي؟ حياتي انت لو مشيت انا كده خلاص حياتي ضاعت. انت مش حاسه بحياتي يا سارة، مش حاسه بالنار اللي بتاكل في جتتي. لو غالي عندك سيبيني امشي، سيبيني. وانت اصبري، اصبري واستحملي وربنا فرجه قريب. طب اجي معاك. الموضوع خلص يا سارة. أبو علي، أنا طلبت السماح من يحيى بس هو ما ردش عليا، بس أنا عارف إنه هيسامحني. صح؟ هو أكيد هيسامحني، هيسامحني لما يعرف إن أنا كنت نازل وعارف إن أنت في خطر. شفت رافع عليك المسدس، عرفتش أعمل إيه بصراحة. أنا آسف، آسف يا حسن، وآسف يا يحيى، بس والله ما كانش قصدي.
ريما دهبي؟ ايوه. انا حازم زين العطار، اخواتي اتعرضوا للقتل. حضرتك انا حق في الموضوع ده بعدين، انا جاي عشان موضوع تاني خالص. انا معايا امر ضبط واحضار استاذ ريما دهبي. ليه؟ الاستاذه متهمه بشروع في قتل صالح العطار. انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا زمان. صالح انا اسف. اسف على ايه؟ على اني خليتيني احبك؟ وقفت ليه؟ من النهارده العيلة دي مش هتكون جزء من تجارة السلاح في البلد دي. قوليلي يا ابني عايزين ايه؟ عينيك يا صالح. ما بقتش شايفاني زي زمان. شد حيلك. مين يا دكتور؟ صالح. عشان في حاجات كتير ماتت. هتزعل. واللي بيموت ما بيرجعش. ياسمين اطلبي لي حازم موبايلي فصل شحن. طيب حاضر يا مامي هطلبهولك حالا. ايوه يا حبيبي، طمني عليك انت واخواتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يحيى وحسن عدوا مرحله الخطر. الحمد لله. وصالح؟ الحمد لله، هو كمان عدى مرحله الخطر. طيب يا حبيبي، احسنك طمنتني. اديكوا بالسلامه، خلي بالك من نفسك. ان شاء الله يا امي، الله يسلمك. باي يا حبيبي. سليم بيه، بص الو، كل رجالتك ما يتهوروش واضربوا نار. ده لو عاوزين تشوفوا بنتكم تاني. كنتش فاكر انكم هتهاجوا ورايا بالسرعه دي. بس وماله؟ رضوان بيعرف يوجب مع ضيوفه في أي وقت. نورته. أنت عايز إيه يا رضوان؟ أنت عارف كويس أنا عايز إيه يا سليم عطار. عارف كمان إن رضوان ما بينساش. فاكر المكان ده؟ ولا نسيته يا سليم؟ كلام اللي أنت بتقوله ده يا رضوان كلام قديم. مات واتدفن من زمان. بعدين في حاجة كمان انت مش فاهمها يا اخي، حتى وانت دراعك ملو في يدي اتكابر والعظمة واخداك. انتوا فاكرين نفسكم ايه يا عطارين؟ وانت برضو مش عيب عليك تخطف حرمة وتتحمى فيها. انا ما كنت جاي عشان اخطف حريم، انا كنت جاي اخلص عليهم كلهم. قصاد رقبتك انت. وانا جيت لك اهو، يبقى تاهت ولقيناها. سيب بقى البنت اللي معاك وتعامل معايا راجل لراجل. لو عايزها يبقى تجيني لحالك، تركب زوديك من عندك وتجيني فيه بطولك، وقول لرجالتك اللي مصابين سلاحهم عليا دول، لو حد فيهم فكر بس يدوس على الزناد بنتكم هتموت قبلي. ماشي يا رضوان، ماشي. وانا جاي لك لوحدي. يلا يا عمار، يلا يا رؤية، قوموا كلوا لكم لقمة، انتوا جايين من سفر طويل.
هو سليم بيه جاي ولا ناوي يتأخر؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا عمار؟ سليم بيه؟ اسمه بابا، أبويا، أو شوف أنت متعود تقولها إزاي؟ بقولها سليم بيه. بطل غلبة يا عمار، خد بنت عمك وتفضل خش بيت باباك. باباك راح يجيب سلمى بنت عمك وإن شاء الله جاي. يجيب سلمى؟ يجيبها منين؟ بنت عمك مخطوفة يا عمار. هو فيه يا رب؟ زي ما يكون العيلة دي مش مكتوبة لها الروح أبدا. إحنا هنتفضل ناكل جوه وبعدين نحكي في كل حاجة أنتوا عايزينها. أيوة يا جيهان، في أي أخبار جديدة يا سليم؟ قربنا يا جيهان، قربنا. أنا مش عايزك تقلقي. أنا مش قادرة أصدق إن حتى بناتنا وقعوا في الشر اللي عشنا فيه طول عمرنا. ما تقلقيش بقى، بنتك هتبات على سريرها النهاردة. مش ولاد زين اللي يحصل معاهم كده وأنا عايش. أنا كنت بكلمك عشان أوصيك يا سليم، لقيتك لسه عايش على وصية زين. وحموت عليها كمان يا جيهان. لا أرجوك ما تموتش، لا أنت ولا أي حد تاني. مش عايزة حد يموت، خلاص ارجعوا لي كلكم بالسلامة. بالسلامة. سلمى! سليم! سلمى قومي! قنبلة فين؟ فين؟ ايه يا سلمى؟ يلا يلا على المية اجري. ابوس يدك يا امه، ابوس يدك، ابوس يدك بزيادك يا عاد. حرمتيني من كل الخلق، مستكتر عليا ولدي كمان. ولدك؟ ولدك ده لو سبتهولك هيطلع خيبان زيكي، لكن انا عايزاه يطلع اسد، ظهره مصلوب، عوده ناشف، عياره واعر، يهز النجع ده كله. لا واللي هناك كمان. وبطلي بقى، انا الحاجات دي ما بحبهاش وما باكلش منها يا عيشه. وريحي روحك يما، ولدك مش خارج برايا يا عيشه. الاسد ما تربهوش غزاله. ما ابقاش غزاله لو ده يبعدني عن ولدي. هبقى حد ملكي ولي، بس ما تبعدنيش عني يا اما. يبقى تبعدي عن الزفت اللي اسمه الدكتور باسم ده. حاضر موافقه، لو عايز انا اترابن كمان اترابن، هعمل اي حاجه بس ولدي يبقى في قطني. ماشي يا عايشه، عقبال بقى ما توكد انك هتربيه صح، ابنك مش هيبعد عن عيني هبابه. وان حاولتي ولا فكرت تهوي بناحيته، انت عارفه يا عايشه انا اعمل فيكي ايه. هتشوفي انا هعمل ايه عشان ارجع ولدي لحضني. هتشوفي يما، هتشوفي. يا سليم على اللي بتعمله معانا. انا وعدتك يا جيهان، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. انا خدتك ليه يا عم سليم؟ مش عارفه من غيرك كان ممكن يجرب ولا حاجه يا حبيبتي. الحمد لله انك رجعتي بيتك وهتنامي الليله دي على سريرك ووسط اهلك. هسيبك بقى مع مامي علشان اروح اريح شويه،
طيب باي. مع السلامة. عن إذنك يا جيهان. مع السلامة.